هنروح لتقرير مهم جدا ياسمين، وهو مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي اللي بدأ من أيام فاتت، وده برئاسة المخرج مازن الغرباوي بحضور عدد من الفنانين المميزين زي الفنانة القديرة سميحة أيوب والفنان محمود حجازي والفنان حسن العدل والمخرج عصام السيد ومدير المهرجان دكتور إنجي البستاوي وعدد من الفنانين، وتقديم الزميلة العزيزة مثلا ياسمين سيف. أيوه يعني احنا برضو موجودين في قلب الحدث كل حته. ايوه ياسمين كانت منوره طبعا الحفله، والمسرح الشباب بتحمل اسم الفنان الكبير نبيل الالفي، ودوله العراق الشقيقه كانت هي ضيف الشرف. قدمي بقى التقرير يا ياسمين عشان يعني هنطلع فقرات بعد كده. انتظروني، يلا بينا نشوف التقرير مع بعض. انتظروني انا مش جاي. يعني مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بيقام في دورته السابعة في الفترة من 25 ل 30 نوفمبر تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الأستاذة الدكتورة نيفين الكناني، وتحت رعاية سيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، ورعاية وزارة السياحة بقيادة أيضا معالي الوزير الدكتور أحمد عيسى وهيئة تنشيط السياحة وبعض مؤسسات المجتمع المدني سواء من داخل أو خارج مصر. الدورة السابعة يمكن بتحمل اسم الأستاذ الراحل الدكتور نبيل الألفي، أحد رموزنا المسرحية في جمهورية مصر العربية، واللي كان ليهم تأثير كبير في تشكيل وجدان الحركة المسرحية على مستوى ومدار تاريخ المسرح المصري. يحظى المهرجان هذا العام باستضافة المخرج العالمي الأمريكي ريتشارد شيكنر، وهو الشخصية الدولية المكرمة، وأيضا وجود قامات فنية كبيرة مثل النجمة الكبيرة الأستاذة سوسن بدر كشخصية عربية مكرمة، بالإضافة للعديد من النجوم والنجمات اللي كان ليهم تأثير في الحركة المسرحية والفنية. ولد عملاق، واللي فكر أنه يبقى في شرم الشيخ في أغلى منطقة موجودة في مصر ولها طبعا معزة خاصة جدا، ان احنا انتصرنا في 73، ويمكن بالنسبة لنا عشان حاربت في 73 وكنت في الصاعقة، فدي شرف ليا ان انا ساهمت ان تتحرر الارض الغالية بتاعتنا دي. زائد ان المهرجان مهرجان عالمي ومسمع، ما مش كلام، ويبقى في منطقة زي دي، فده نوع من بنعلن عن المنطقة بتاعتنا العزيزة على قلبنا ومنطقة سياحية جميلة. بالتالي قامة كبيرة زي الأستاذ سميحة أيوب تبقى الرئيس الشرفي ليه، موجود الأستاذ محمد صبحي برئاسة المهرجان، مازن الغرباوي المخرج الجميل الإداري الجميل اللي أنا اشتغلت معاه وهو كمخرج، وأنا توقعت له هيبقى يعني مسرحجي من الدرجة الأولى كإدارة وكفنان. يعني التكريم ده بالنسبة لي أحلى تكريم. أنا فخور جدا بجد، ويشرفني أن أنا أكون عضو لجنة التحكيم في مسابقة عروض مسرح الشارع والفضاءات المسرحية الغير التقليدية، ومعايا اتنين من أعضاء لجنة التحكيم مهمين جدا، المخرجة ومصممة الراقصات هون جوسوني، هي من كوريا الجنوبية، والمخرج والممثل براين راينهارت وهو من أمريكا. اولا المسرح يعني نقطه كده عندي مهمه جدا، ان هي كانت دراستي من بدايه اول ما خلصت الثانويه العامه على طول دخلت معهد فنون مسرحيه، وبدات افهم يعني ايه اصلا تمثيل ويعني ايه خشبه مسرح، وبدانا بقى نتعلم جوه الاكاديمي. وبجد بشكر كل الدكاتره، ليهم فضل كبير علينا جدا في ان هم عرفوا يوصلوا لنا قد ايه انتمائنا وحبنا للمسرح وخشبه المسرح. فاول والله ما الأستاذ والصديق مازن الغرباوي رئيس المهرجان كلمني، أنا قلت له طبعا أنا هاجي بكل حب جدا، ودي حاجة تشرفني إن أنا أكون في مهرجان المسرح الدولي الشباب في شرم الشيخ.